أننا يجب أن ننطلق من ثقافة قد أستنكر ما تقول لكني سأدافع عنك بقوة لتقول ما تقول. هذا ما يجب أن ننطلق منه بدوافع أخلاقية. من ناحية عندما قلت قوانين هي لنستبدل المفاهيم قليلا، قد لا تكون قوانين بقدر ما هي ضوابط تضمن حق الآخرين في التعبير دون المساس بحقوق الآخرين. احنا توافقنا في كثير من الأمور ولربما اختلفنا في بعض الأمور التي قد لا تكون جوهرية، يعني احنا اتفقنا في كثير من الأمور. بالنهاية أقول طبعا نحن مع حرية التعبير، هذا شيء أساسي، نريد أن نبني من حرية التعبير أن نصل إلى مستوى حضاري، نبني فيه حضارة وليست مدنية. أمريكا وأوروبا وصلت لمدنية ولكنها لم تصل لحضارة. نحن في عالمنا العربي والإسلامي نريد أن نصل لحضارة، لذلك نريد حرية تعبير متحضرة وليست كما هم يريدون فقط.